15/12/2012 أحد الصواريخ التي لم تنفجر في مدينة شراحل. هذه صواريخ جديد عنقودي. هذول عنقودي، هذول بنزين. هذا اللي بس لمس الأرض غير انفجرت. هذا يجي حاضنها حضن. للغنبلة. هذا يجي حاضن الغنبلة حضن. أخي. من لمس الأرض غير انفجر. انفجرت. كثير من هذول ما؟ لا 80 غنبلة يجي بهذا. 80 واحدة بالضبط. طلع. وين تيري هاي؟ 80 واحدة بالضبط، هذا يجي يا طير حازم احد. هذا من تلمسه؟ قنابل حديثي استمشنا منه. قنابل عنقودية جديدة من نوعها. قنابل لم تنفجر. الجيش الحر يمشط المنطقة. 15/12/2012 سراقي. ترجمة